بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا فَمَن شاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَهُ كِرَامٍ بَرَرَةٍ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يسر ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ إذا شاء شره كلا لما يقضي ما أمره، فلينظر الإنسان. فشققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق البا وفاكهه وابا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۖ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل إمرئ منهم يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۚ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۖ ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة